هل يجوز قص شعر النساء بالمكنة على درجة 3؟ 3 يعني زيرو، مع أن العلم أني لا أنوي بذلك تشبه بالرجال. طيب أنت لا تنوين، ولكن هذا الفعل هو حقيقة تشبه بالرجال، إلا إذا كان هناك مرض، حاجة، سبب، فلا بأس. أما إذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز. كانت عائشة تقول: الحمد لله الذي زين النساء بالذوائب وزين الرجال باللحى. فزينة الرجال اللحى، فلا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، وزينة النساء الذوائب اللي هو الشعر الطويل، فلا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا.